فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أئمة المساجد يتحرج من قراءة سورة المسجد في الصلاة بزعمه أن ذلك احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية، هذا معناه أنه لا يحب هذه السورة. هذا كلام الله جل وعلا، ما فيه مخابات لأحد. الرسول أعلنها وعلمها للناس، فهذا من تسويل الشيطان. نعم.